إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن الله أمرنا بها في كتابه فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن هذه الأيام المباركات تذكرنا بقصة طويلة وعظيمة، قصة بدأت بما حدثنا عنه رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه كان ذات يوم يمشي مع زوجه سارة فوصلا إلى أرض جبار من الجبابرة فقال لها إذا سألك من أنت فقولي إنك أختي وإنك أختي في الإسلام ولا أعلم في الأرض أحدا من المؤمنين غيري أنا وأنت. وكان هذا الجبار إذا رأى زوجة أحد من الناس جميلة أراد أن يغتصبها من زوجها، وسرعان ما بلغه الخبر أن امرأة جميلة قدمت بلادنا فدعا بها، فذهبت سارة إلى الجبار وقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم يصلي مشيرا إلى قول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. قام إبراهيم يصلي ويلتجئ إلى الله تعالى ليكشف عنه كربته وهو أرحم الراحمين. ودخلت سارة على الجبار فقامت تصلي وتدعو، فمد يده يريدها بسوء فشلت، فقال يا أمة الله ادعي ربك أن يفرج عني ولا أضرك شيئا. فدعت الله تعالى فعاد مرة ثانية فقبضت يده أشد من القبضة الأولى، ثم عاهدها مرة ثانية فدعت ربها، وفي المرة الثالثة قال لحاجبه اذهب بها فإنك لم تأتني بإنسان ولكنك أتيتني بشيطان. وقدمت سارة على خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأشار بكفه مهيم أي ماذا جرى، فقالت قد كفانا الله الجبار وأخدمنا هاجر، ذلك أن هذا الجبار أعطاها هدية امرأة وكانت عنده أمة تسمى هاجر. وكانت سارة عاقرا لا تلد فوهبت هاجر لإبراهيم عليه صلوات الله وسلامه، فدخل بها فحملت وولدت الغلام الحليم إسماعيل صلى الله تعالى عليه وسلم. وأمر خليل الله
صلى الله عليه وسلم أمر أن يذهب بفلذة كبده وزوجه هاجر، أمر أن يذهب بهما إلى أرض فلاح، إلى واد غير ذي زرع، إلى أرض ليس فيها إنس ولا جن ولا طير ولا شجر، ليس فيها إلا الرمال المحرقة والشمس المتوهجة، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان مثالا للاستسلام لأمر الله تعالى، وهو الذي مدحه الله تعالى بقوله إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أي استسلمت وخضعت خضوعا مطلقا لأوامر مولاي جل جلاله. وانطلق الخليل يحمل ولدا رضيعا ويحمل امرأة ليس معها أحد إلا زاد قليل من الماء والتمر، وأجلسهما في الصحراء القاحلة وانطلق يعدو. وبدأت زوجه تنادي: يا إبراهيم أين تتركنا؟ يا خليل الله إلى من تدعنا؟ وهو لا يرد عليها ولا يلتفت، أليس الله قد أمره؟ فليتوكل عليه. إذا قالت: يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. ولما انطلق الخليل حتى لم يعد يرى زوجته وابنه، رفع يديه إلى السماء قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعوة من خليل الله صلى الله عليه وسلم اخترقت السماوات السبع ليقول لها الله عز وجل: قد استجبت أيتها الدعوة المباركة. ونفد الطعام والشراب. ماذا تفعل هذه المرأة المسكينة ومعها الطفل الرضيع؟ تخيل ولدك ذات ليلة قام يصيح: يا أبتاه أريد ماء، ففتحت ثلاجتك فلم تجد فيها ماء، ففتحت الصنبور فوجدت الماء قد انقطع ولا ماء حولك عند الجيران. تخيل نفسك في هذا الموقف المصغر المصغر عن ذلك الموقف، وابنك يصيح ويبكي: أريد ماء، وأنت تود لو أنك فديته بمهجتك وروحك لتقدم له نقطة من الماء حتى لا يبكي. هاجر أم حنون في صحراء قاحلة موحشة وولدها الصغير يتلوى من العطش والجوع، فصعد في الصفا جبل صغير تعرفونه جميعا، صعدت الجبل لعلها ترى قافلة، لعلها ترى طيرا نزل على ماء فتسقي ابنها الصغير، ولكنها لم تجد شيئا، فنزلت إلى بطن الوادي وجعلت تسعى وتذهب راكضة لاهتة تريد أن تنقذ ابنها قبل أن يموت، فوصلت إلى المروة فصعدت مرة ثانية تبحث عن ماء، ولا زالت تسعى بين الصفا والمروة حتى وصلت إلى المرة السابعة فسمعت صوتا، فقالت: إن كان عندك غيث فأغث، فذهبت إلى ابنها فوجدت الماء ينبع من بين رجليه. لقد أغاثها الله تعالى بجبريل صلى الله عليه وسلم، فوكد الأرض فنبعت ماء زمزم المباركة. ولكنها من شدة فرحتها لم تستطع أن ترى الماء هكذا، فجعلت تحتو عليه التراب
وتقول لها زمي زمي، فلذلك سميت زمزم وبدأت تملأ أوعيتها. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله هاجر، لو تركتها لكانت عينا معينا إلى يوم القيامة. وشرب الولد وأمه من الماء الذي جعله الله طعام طعم وشفاء سقم، من الماء الذي جعله الله شفاء للدعوة التي يشرب على نيتها. وجاءت قبيلة من اليمن تسمى جرهم، فرأوا طيرا تنقض من السماء على الأرض، قالوا: كأن هذه الطيرة تحوم على ماء، وعهدنا بهذا المكان ألا ماء فيه. فأرسلوا واردهم، فذهب فبشرهم بأنه لقي ماء، فاستأذنوا من هاجر فأذنت لهم بالمقام عندها بشرط ألا حق لهم في الماء. ونشأ إسماعيل صلى الله عليه وسلم في هذه القبيلة العربية الفصيحة، نشأ معهم فكان أنفس شاب فيهم جمالا وخلقا وأدبا وفصاحة، فزوجوه إحدى بناتهم. ورجع خليل الله صلى الله عليه وسلم بعد سنوات طويلات يتفقد تلك التركة، تلك التركة التي استودعها الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. ذهب إلى مكة وذهب إلى بيت إسماعيل بعد أن استحس وتحسس أخباره، وكان إسماعيل في الصيد. فخرجت زوجته فقال لها: أين إسماعيل؟ فقالت: ذهب يصيد. فسألها عن حالها فقالت: حالنا شر حال، إننا في عيش نكد، ليس عندنا طعام ولا شراب، وأظهرت الشكوى وعدم الرضا عن الله تعالى. قال لها: فإذا جاء زوجك فقولي له إن شيخا قد أتى، وإنه يأمرك أن تغير عتبة دارك. فلما رجع إسماعيل أخبرته بالخبر، فقال: إن هذا أبي، وإنه أمرني أن أطلقك فالحقي بأهلك. ثم رجع الخليل مرة ثانية عليه صلوات الله وسلامه: كيف حالك؟ يسأل الزوجة الثانية الجليلة. قالت: نحن بخير حال، عيشنا عيش رضي، الله عز وجل قد أكرمنا خير إكرام. قال: فإذا جاء زوجك فأمريه أن يثبت عتبة داره. فجاءت فقال: إن هذا أبي، وإنه يأمرني ألا أفارقك. فعاشا معا. ورجع خليل الله مرة ثالثة بأمر الواحد الأحد جل جلاله، قال: يا بني، بعد أن لقيه وعانقه وكان منهما ما يكون بين الوالد وولده كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا بني، إن الله قد أمرني بأمر، أتعينني؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة أي تلة أو هضبة مرتفعة عما حولها. فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة، وإبراهيم يبني هذا البيت العظيم، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإبراهيم يدعو ويقول: ربنا وابعث فيهم رسولا، صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعوة مستجابة من إبراهيم الخليل صلوات الله وسلاماته عليه. سنقول ماذا جرى في هذه الدعوة بعد قليل إن شاء الله. وجاء الأمر الرباني وإبراهيم في النوم، ورؤيا الأنبياء وحي كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام،
رأى في المنام أنه أمر بذبح ولده إسماعيل، يذبح ولده، نعم يذبح ولده الصغير أو ولده الكبير، إنه صغير بالنسبة لأبيه ولكنه كبير في ميزان الله تبارك وتعالى. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لا أستطيع أن أتخيل هذا الأمر، إنه يذكرني بأم موسى صلى الله عليه وسلم، إذ أوحى الله إليها: إذا خفت عليه فألقيه في اليم، إذا خفت فألقيه في اليم. لم يقل لها: إذا خفت عليه فأغلقي دونه الأبواب وأوصدي دونه الأقفال، ولكنه قال: إذا خفت عليه فألقيه في اليم، فإن له ربا لن ينساه وقد اختاره ليكون الرسول النبي. وأمر إبراهيم أن يذبح ولده، وليتخيل أحدنا أن ابنه شاكته شوكة، شاكته شوكة أو دخلت في عينه قذاه، ينطلق به مسرعا يجوب آفاق الأرض، يكاد يصطنع الحوادث في سيارته اصطناعا، يريد أن يصل إلى المستشفى بأسرع وقت. ضعوه في العناية المركزة إن شئتم، خذوا من الألوف ما شئتم، ولكن أريد أن تخرجوا هذه القذاة من عين ولدي. فما بالك لو أن الله تعالى أمرك أن تذبح ولدك؟ أتقول سمعنا وأطعنا، أم تقول كما قال اليهود: سمعنا وعصينا؟ والله إننا لا نستطيع أن نتحمل هذا البلاء. ومن رحمة الله تعالى بنا أنه فدى ذلك بكبش نذبحه يوم الأضحية. ولو أمرنا الله تعالى بذبح أولادنا لما استجاب له إلا الخلص من أبرار الله تبارك وتعالى. وهنا يظهر إيمان الخليل، في منام يرى أنه يذبح الولد، ولكنه أخبر الولد ليكون طيبا لقلبه. لا أعجب من الوالد أكثر مما أعجب من الولد. يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، وقبل أن يسلما ماذا حدث؟ ذهب الخليل بولده ليذبحه في منى، وقام الشيطان يريد أن يوسوس لخليل الرحمن: أتذبح ولدك؟ إن الله تعالى لا يرضى عنك، إن هذا لا يجوز، إنك ذو قلب قاس، أتذبح فلذة كبدك الذي لا ولد عندك غيره وقد جاءك بعد كبر سن؟ ولكن الخليل صلى الله عليه وسلم كان يستحضر عظمة الله واستسلاما لأمر الله، فحمل حصيات ورمى بها عدو الله وقال له: اخسأ يا عدو الله. فتصاغر الشيطان وانطلق، ثم عرض له مرة ثانية ومرة ثالثة في الأماكن التي نرجم عندها، الأماكن التي نرجم عندها لنتذكر رجلا ضحى وأراد أن يبذل مهجة ولده ابتغاء مرضات الله، لنذكر عهدا عاهده نبي من أنبياء الله لربه تعالى، لنعاهد الله مرة ثانية في كل حصاة نلقيها أن لبيك اللهم لبيك وسمعنا وأطعنا يا أرحم الراحمين. إن إبليس ليس هناك اليوم كما يظن بعض العوام، يقولون إننا نرمي الشيطان، فبدل أن يرموه بأحجار صغيرة على السنة يأتون بأحذية كبيرة فيلقونها، فيكون حجهم ناقصا، وهم يظنون أنهم أهانوا إبليس وهو يضحك عليهم دون أن يدروا. إنك إذا أردت أن تستهزئ بالشيطان فامتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تخزي الشيطان بمثل هذا الذي تفعل. فلما أسلم وتله للجبين، أي بطحه على الأرض على جبينه، أراد أن يذبحه من خلف رقبته حتى لا تقع عينه بعينه فتدخله الشفقة فيخالف أمر الله تبارك وتعالى. وضجت ملائكة السماء
خليل الرحمن يذبح فلذة كبده، ولكن أرحم الراحمين سبحانه وتعالى ما كان ليضحي بنبي من أنبيائه في سبيله، وفديناه بذبح عظيم. نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بكبش أبيض أقرن أملح، نزل به فأعطاه لإبراهيم، وأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، الاختبار الواضح العظيم، وفديناه بذبح عظيم. يا لها من رحمة نزلت من فوق سماوات سبع لتفدي نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام. سأتابع إن شاء الله في الخطبة التي ستأتي بعد قليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. أما بعد، فقد وعدتكم أن أتابع ماذا حصل بالدعوة التي دعا بها إبراهيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. انطلقت هذه الدعوة ليستجيب لها الله تبارك وتعالى، واخترقت حجب الأزمنة والأمكنة، وبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم في بطاح مكة، وأوذي في سبيل الله تعالى، وهاجر إلى المدينة المنورة، وشكل الجيش الإسلامي والدولة الأولى التي توحد الله تعالى، ثم عاد ففتح مكة، وها هي ذي بشائر السنة العاشرة من الهجرة تطل. السنة العاشرة قدمت، ومنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد في هذا العام أن يحج، فمن أراد الحج معه فليتهيأ. وبدأت قبائل العرب التي أسلمت ودخلت في دين الله أفواجا، بدأت تفد إلى المدينة المنورة، وبلغ العدد 100,000 من الصحابة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصوى، وبين يديه أعداد لا يعلمها إلا الله، ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وجبريل يروح ويغدو وينزل بأوامر الله ونواهيه على أمين الله في الأرض صلى الله عليه وسلم. انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليغسل هذه الشعيرة العظيمة مما أصابها من أدران الجاهلية، وقد وصلت إلى مرحلة من الحضيض في الجاهلية، حتى أصبح الحج عبارة عن تصفيق وصفير وطواف والناس عريانين. كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة وهي تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وكانوا يصفرون ويصفقون، كما قال الله تعالى عنهم: إلا مكاء وتصدية. والمكاء هو الصفير، والتصدية هي صد اليد بالأخرى، أي التصفيق. فغسل صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الشعيرة ليعيدها مرة أخرى، شعيرة تعلن العبودية المطلقة لله تبارك وتعالى، ليعلن في هذه الحجة العظيمة أن الناس سواسية يلبسون أكفانا لا ثياب فيها يفتخر فيها كبير على صغير، ولا غني على فقير، لا فخر مما كانت تفخر به الجاهلية. أليس نبينا صلى الله عليه وسلم قد وقف يوم عرفة فخطب خطبته المشهورة، وهو يرى صلى الله عليه وسلم أن العمر لن يطول به، وهو الذي عاش 63 عاما كانت بركة على أهل الأرض جميعا،
وهو الذي عاش 23 عاما بعد النبوة، وقد جاهد بكل ما يملك من مال وجاه وسلطان أعطاه الله إياه، جاهد بماله وجاهد بنفسه وجاهد بشبابه صلى الله تعالى عليه وسلم، وبذل كل ما يستطيع، وها هو ذا في عرفة واقف يقول: ألا يا بلال فاستنصت الناس، أي مرهم أن يصمتوا ويسكتوا ليسمعوا الكلمة الحانية من نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهو الذي أرسل معاذا إلى اليمن، ومعاذ راكب على ناقته ورسول الله يمشي معه، قال له: يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لعلك لا تلقاني يا معاذ. فبكى معاذ خشعا من فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. والناس ينصتون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مر يا رسول الله لنستجيب لك ما تأمر به. ألا إن كل ما كان من أمر الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين. ألا وإن الربا موضوع كله، وأول ربا أضعه تحت قدمي ربا عمي العباس بن عبد المطلب. ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، وإن أول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، إنه بدأ بأقاربه صلى الله عليه وسلم وكأنه يرى من وراء الحجب ما ستنحدر إليه أمته صلى الله عليه وسلم، حيث تأكل الربا وكأنها تأكل طعاما حلالا تتمتع به، حيث يفتخر الناس بعضهم على بعض يقول: هذا أنا من بلد كذا وذاك من بلد كذا، أنا ابن فلان وأنت ابن فلان. إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك كله جيفة منتنة دفنها في التراب تحت قدمه، ليقول للناس: أي عاقل بعد هذا ينبش التراب ليخرج الجيفة فيعانقها ويقبلها؟ أي لبيب بعد هذا يصلح القيد الذي كسره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقيد به نفسه من جديد؟ أي رجل مؤمن يفعل هذا؟ إنها جيفة منتنة أعلنها صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والناس يسمعون لنبيهم عليه الصلاة والسلام. الدنيا كلها تلبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لقد كانوا يذبحون لأصنامهم، واليوم نذبح لله تبارك وتعالى، فصل لربك وانحر. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل سؤال المودع الحنون، سؤال من رأى بأم عينه صلى الله عليه وسلم نتيجة جهاده، نتيجة شبابه الذي أبلاه في طاعة الله، نتيجة جهاده وعمره الذي أفناه في خدمة مولاه. ها هو ذا يرى 100,000 من الصحابة يضجون بالبكاء، يرفعون أيديهم إلى السماء، والله تعالى يباهي بهم ملائكته ويقول لهم: أفيضوا مغفورا لكم، فقد وهبت مسيئكم لمحسنكم. ها هو ذا يقول: أيها الناس إنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد بلغت وأتيت ونصحت، وها نحن نقول لك يا رسول الله من خلف 14 قرنا وعزة الله وجلاله لقد بلغت الأمانة
ونفعت الأمة وأديت الأمانة، وأنت الذي قلت في ذلك اليوم المشهود: اللهم هل بلغت؟ نعم بلغت يا رسول الله، ووصلت الأمانة إلى أعناقنا. وخيبتا كيف نلقاك يوم القيامة وأصحابك قد وقفوا معك يحملون شهادات تبرئهم عند الله فيها الدماء الزاكيات التي أراقوها في سبيل الله، فيها جهاد وتضحية، فيها بذل وفداء؟ ماذا نقول ونحن الذين أصابنا الكسل وأصابنا التقاعس وأصابنا حب الدنيا والتمسك بها؟ ماذا نقول لك يوم القيامة وأصحابك قد جاءوا بدنيا قد حطموها تحت أقدامهم ونحن قد حملناها فوق رؤوسنا وشغلتنا ونحن نسبح بحمدها ليلا ونهارا؟ لقد بلغت يا رسول الله ووصلت الأمانة إلى أعناقنا، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على أداء هذه الأمانة لمن يأتي بعدنا، وأن نتحمل الأمانة كما حملوها، وأن نوصلها لمن بعدنا كما أوصلوها إلينا. إنه كريم ومجيب الدعوات. ونحرت 100 بدنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحر بيده الشريفة 63 ناقة، ووكل علي بن أبي طالب فنحر الباقي. وها هو ذا يرجم العقبة ب7 حصيات، ثم ينطلق إلى مكة، فيطوف صلى الله تعالى عليه وسلم ويرجع إلى منى ليبيت بها ويرمي، والصحابة في كل ذلك يأخذون عنه صلى الله عليه وسلم المناسك ليوصلوها إلينا حجا مبرورا بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم ارفع راية التوحيد كما رفعتها عند رسولك صلى الله عليه وسلم، وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، وارزقنا شهادة خالصة لوجهك الكريم بلا محنة ولا عذاب يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وتجارتنا لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. Thank you.